أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك عادة بين القبائل أنه إذا جاءهم شخص مستجير بهم يجيرونه ولو كان مرتكبا عملا كبيرا كالقتل، ويسمونه الدخيل ولا يسلمونه لمن طلبه، فهل هذا العمل صحيح أم أنه يدخل في الحديث لعن الله من آوى محدثا؟ نعم، هو نص الحديث لعن الله من آوى محدثا، وهذا محدث فيجب تسليمه للعدالة لإقامة القصاص عليه، أو أنه يعفون أصحاب الدم يعفون عنه. أما منع إقامة القصاص عليه فهذا منع لحد من حدود الله عز وجل. نعم.